بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم أعزائي طلبة الصف الثامن. اليوم بإذن الله تعالى سوف نبدأ بشرح المنهج الجديد لمادة لغتي الجميلة اللغة العربية. كما قلنا لكم هذا المنهج جديد، الصف الثامن، الفصل الدراسي الأول، وإن شاء الله تعالى سوف نبدأ بشرح المنهاج كاملا. اليوم بإذنه تعالى نبدأ بشرح الدرس الأول. نبدأ الآن بالشرح. هنا الدرس الأول معنا: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم. نص من الآيات القرآنية الكريمة. نبدأ الآن بالحديث عن الفكرة العامة. ما هي الفكرة العامة لهذا الدرس؟ هي إثبات وحدانية الله تعالى، يعني أن الله تعالى هو وحده واحد الذي يستحق العبادة، وأنه لا شريك له، يعني لا يوجد شريك مع الله تعالى، فلا يجب على المسلم أن يعبد شيئا آخر مع الله. مثل الكفار قديما كانوا يعبدون الأصنام، يعبدون الله ويعبدون الأصنام، يشركون في عبادة الله. أما الأفكار الجزئية التي سوف تكون في هذا الدرس، مجادلة سيدنا إبراهيم لأبيه، يعني أن إبراهيم عليه السلام كان يجادل ويناقش أباه في الآيات. أيضا التدرج في إثبات وحدانية الله تعالى، يعني خطوة بعد خطوة، هذا المقصود بالتدرج. ثم مجادلة قوم سيدنا إبراهيم له، قوم سيدنا إبراهيم عليه السلام أخذوا وأصبحوا يجادلونه. والفكرة الجزئية الأخيرة، التأكيد على وحدانية الله تعالى، أن الله تعالى واحد لا شريك له. نبدأ الآن بقراءة الآيات ثم نشرح بإذنه تعالى الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما، أفلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه،
نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. صدق الله العظيم. الآن هذه هي الآيات قرأناها، نبدأ الآن بشرح هذه الآيات. بدأت الآية الأولى: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر. الآن إبراهيم عليه السلام يقول لأبيه آزر، إذن اسم أبي إبراهيم عليه السلام آزر. ماذا يقول له؟ أتتخذ أصناما آلهة؟ هنا يوجد عندنا استفهام، أتتخذ أصناما آلهة؟ يعني هل أنت تجعل من هذه الأصنام وهي الحجارة إلها لك تعبده من غير الله؟ ماذا قال له إبراهيم أيضا؟ إني أراك وقومك في ضلال مبين. فهذا الشرح: واذكر أيها الرسول حين قال إبراهيم عليه السلام لأبيه المشرك، قلنا اسمه آزر، يا أبت أتجعل الأصنام آلهة تعبدها من دون الله؟ إذا انظروا، هنا يوجد عندنا استفهام. إذا لو قال لك في الاختبار استخرج استفهام من الآيات، فهذا هو الاستفهام، وهو أتتخذ أصناما آلهة، هذا استفهام في الآيات القرآنية. إني أراك وقومك الذين يعبدون الأوثان. لاحظوا هنا، إني أراك وقومك، من هم المقصود بهم؟ وهم الذين يعبدون الأوثان في ضلال بين، يعني أنتم في ضلال وحيرة عن طريق الحق، يعني أنتم لا تتبعون طريق الحق بسبب عبادتكم غير الله، فهو سبحانه المعبود بحق وغيره معبود بالباطل، إذن لا ينبغي أن نعبد إلا الله فهو المعبود بحق. وفي شرح الآية الثانية: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. يقول: كما أريناه ضلال أبيه، يعني كما أرينا إبراهيم عليه السلام ضلال أبيه. لماذا كان أبوه ضالا؟ لأنه كان يعبد الأصنام. كما أريناه ضلال أبيه وقومه أيضا نريه، أي نري إبراهيم عليه السلام. إذن المقصود بنريه يعني نري إبراهيم عليه السلام. ماذا نريه؟ نريه ملكوت السماء والأرض الواسع، والملكوت هو الملك. لماذا؟ ليستدل بذلك الملك الواسع على وحدانية الله واستحقاقه للعبادة. فالله تعالى له ملك السماوات والأرض، إذن هو المستحق للعبادة وحده فقط. ليكون من الموقنين، أي العارفين بأن الله واحد لا شريك له، وأنه قادر على كل شيء. نأتي إلى الآية التالية: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا. ومعنى هنا جن معناها أظلم، إذا انظروا هنا، إذا جن معناها أظلم، إذا هنا جن بمعنى أظلم. فلما جن عليه الليل، يعني على إبراهيم الليل، ماذا رأى؟ رأى كوكبا، رأى في السماء الكوكب، فقال هذا ربي، يعني أن هذا الكوكب هو ربه. فلما غاب، فلما أفل، إذا لاحظوا هنا كلمة أفل، ما معنى أفل؟ أفل معناها غاب. فلما غاب هذا الكوكب قال: لا أحب من يغيب، قال: لا أحب الآفلين، يعني الإله أو الرب لا ينبغي له أن يغيب، لكن هذا القمر أنتم تقولون أنه إله، فهذا غاب والإله لا يغيب، لأن الإله الحق حاضر لا يغيب، لذلك قال: لا أحب الآفلين. الآن: فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. إذن هنا أول مرة رأى ماذا؟ رأى كوكبا. المرة الثانية رأى ماذا؟ القمر. إذن الرؤية الثانية بعد الكوكب هي رؤية القمر بازغا، ومعنى بازغا ظاهرا. لاحظوا هنا قال هذا ربي، وحين رأى القمر طالعا، إذن معنى بازغا أعزائي، بازغا هنا معناها طالعا، قال هذا ربي، يعني هذا القمر هو ربي. فلما أفل، وقلنا لكم معنى أفل أي غاب، إذن أفل معناها غاب. فلما غاب هذا القمر واختفى قال: لئن لم يوفقني، هنا لاحظوا قال: لئن لم يهدني ربي، يهدني أي يوفقني الله لتوحيده وعبادته. إذن هنا يهدني بمعنى يوفقني لعبادته وتوحيده، لأكونن من القوم الضالين. وهنا معنى كلمة الضالين هي معناها البعيدين عن دين الحق، إذن معنى الضالين هم
البعيدون عن الدين الحق. الآن الآية التالية: فلما رأى الشمس، أي فلما رأى إبراهيم عليه السلام الشمس، إذن المرة الأولى رأى كوكب، المرة الثانية رأى القمر، المرة الثالثة رأى الشمس بازغة أي ظاهرة. إذا انتبهوا الآن، نأتي إلى هنا بازغة. هنا ما هو معنى بازغة؟ معنى بازغة أي طالعة. فلما رأى الشمس طالعة وظاهرة، إذا نكمل هنا، هذه معنى بازغة أي طالعة. فلما رأى الشمس طالعة قال هذا ربي هذا أكبر، لأن الشمس هي أكبر من الكواكب وأكبر من القمر، هذا أكبر. إذا قال هذا الطالع ربي، هذا الطالع أكبر من ماذا؟ من الكوكب والقمر. فلما أفلت، لاحظوا هنا، فلما أفلت، وقلنا معنى أفلت غابت، معنى أفلت غابت، غابت الشمس، ماذا قال؟ قال يا قوم إني بريء مما تشركون. لاحظوا هنا قال يا قوم إني بريء، يعني أنا بريء أي أتخلى وأترك ما تشركون، مما تشركون، يعني أنا بريء من الشمس والقمر والكوكب الذين تعبدونهم من دون الله تعالى. الآن هنا أي إني بريء مما تشركون مع الله، وهم كانوا يشركون مع الله أي يعبدون الكوكب ويعبدون القمر ويعبدون الشمس ويعبدون الأصنام والأوثان. فهو يقول أنا بريء أي أتخلى، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا. الآن ما معنى فطر؟ معنى فطر هي خلق. إذا إني وجهت وجهي للذي فطر، معنى وجهت وجهي هنا أي أخلصت ديني، إذا وجهت وجهي بمعنى أخلصت ديني لمن؟ للذي فطر بمعنى خلق السماوات والأرض. وهنا حنيفا، ما معنى حنيفا؟ حنيفا هنا معناها أعزائي حنيفا، يعني غير على غير مثال سابق، يعني غير مائل، مائلا عن الشرك. الحنيف هو المائل عن الشرك الذي يترك الشرك مائلا. إذا هنا ركزوا أيضا، هنا مائلا، هذه معنى كلمة حنيفا، عن الشرك إلى التوحيد والإخلاص. إذا يميل عن الشرك ويترك الشرك ويتجه إلى ماذا؟ يتجه إلى توحيد الله تعالى الخالص، ولا يعبد مع الله إلها آخر. وما أنا من المشركين، يقول أي أنا لا أشرك ولست من المشركين. ما معنى المشركين؟ لاحظوا هنا وما أنا من المشركين أي الذين، المشركون هم الذين يعبدون معه غيره، أي الذين يعبدون مع الله تعالى إلها آخر. هذا هو معنى المشركين. وحاجه قومه، معنى حاجه، انتبهوا هنا، وحاجه قومه، معنى حاجه أي جادله. إذا حاجه جادله قومه، قال أتحاجوني في الله، يعني بماذا حاجوه وجادلوه؟ جادلوه في توحيد الله تعالى، يعني يريدون أن يقولوا له قومه أنه يوجد إله آخر مع الله. قال أتحاجوني، لاحظ هنا أتحاجوني أي أيضا هذه بمعنى، معناها أتجادلونني. إذا معنى أتحاجوني أتجادلونني في الله، يعني في توحيدي لله بالعبادة. وقد هدان، هداني يعني وفقني، إذا معنى هداني هي وفقني، وفقني إلى ماذا؟ إلى معرفة وحدانيته. وقال ولا أخاف ما تشركون به، قال فإن كنتم تخوفونني بآلهتكم، إذا ما تشركون به، المقصود بما تشركون به هي الآلهة التي هم يعبدونها، آلهتكم، إذا هذا معنى ما تشركون به. إلا أن يشاء ربي شيئا، يعني لا أخاف أنا أن يوقع الله بي ضررا، فإني لا أرهبها فلن تضرني، ومعنى أرهبها أخافها، إلا أن يشاء ربي شيئا. وسع، ماذا يقول هنا أيضا؟ وسع ربي كل شيء علما، فالله تعالى جل جلاله عليم، لاحظوا وسع ربي كل شيء علما. أفلا تتذكرون، إذا انظروا أفلا تتذكرون أي فتعلموا أنه وحده المعبود المستحق للعبادة، المستحق للعبادة. وكيف أخاف ما أشركتم، يعني لاحظوا هنا وكيف يقع مني خوف
خوف لما تعبدون من دون الله من أوثان. إذن هذا هو ما أشركتم، المقصود بما أشركتم وهو الأوثان التي يعبدونها. قال هنا أيضا: ولا تخافون أنكم أشركتم بالله، أي ولا يقع منكم الخوف أن تخافوا لشرككم بالله، فأنتم الذي يجب أن تخافوا وليس أنا حين أشركتم مع الله أحدا. ما هنا لاحظوا: ما لم ينزل به عليكم سلطانا، حين أشركتم معه ما خلقه دون برهان لكم على ذلك. إذن والسلطان هو معنى السلطان هو هنا في الآية هو البرهان، يعني دون برهان ودليل وحجة على هذه العبادة. فأي الفريقين، لاحظوا هنا أيضا عندنا استفهام، أي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ يقول: فأي الفريقين، أي الفريق الذي يعبد الله ويوحده والفريق الذي يشرك. أي الجمعين، لاحظوا هنا بمعنى أي الفريقين، ما المقصود بالفريقين؟ ها هو المقصود بالفريقين وهو جمع الموحدين وجمع الموحدين وجمع المشركين. إذن الفريق الأول هو الموحدون، هم الموحدون، والفريق الثاني هم المشركون. والموحدون هم إبراهيم عليه السلام ومن اتبعه وآمن به، والمشركون هم الذين يعبدون الأصنام. فأي الفريقين أحق بالأمن؟ ومعنى الأمن هنا، الأمن هو معناها السلامة، إذن معناها الأمن والسلامة. وأحق طبعا هنا بمعنى أولى، معنى أحق، إذا ننتبه هنا إلى كلمة أحق، معناها أولى، أي يعني أي الفريقين أولى بالسلامة إن كنتم تعلمون، إن كنتم تعلمون أولاهما فاتبعوه. وأولاهما طبعا الأهم والأفضل دون ريب، يعني دون شك، هم جمع المؤمنين الموحدين. إذا المؤمنين الموحدين هم الذين يستحقون الأمن والسلامة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إذا من الذين لهم الأمن؟ الذين آمنوا. لاحظوا هنا: الذين آمنوا واتبعوا ما شرع الله ولم يخلطوا. إذا هنا معنى لم يلبسوا إيمانهم بظلم، معنى لم يلبسوا، لم يخلطوا، إذا معنى يلبسوا معناها يخلطوا، إذا معنى يلبسوا يخلطوا، يعني لم يخلطوا مع الإيمان الظلم والشرك. والمقصود بالظلم هنا، إذا ولم يلبسوا يعني لم يخلطوا الإيمان الذين هم مؤمنون به بظلم. والمقصود بالظلم هنا في الآية، في هذه الآية معنى الظلم هنا الشرك. إذا الظلم معناها الشرك، هذا هو معنى الظلم. الآن ماذا يقول؟ ماذا يحصل لهم الذين آمنوا ولم يخلطوا الإيمان مع الشرك؟ أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إذن هؤلاء الموحدون لهم الأمن والسلامة والجنة وهم مهتدون. إذن لهم الأمن والسلامة وحدهم دون غيرهم وهم موفقون، وفقهم ربهم لطريق الهداية. هذا معنى مهتدون، يعني وفقهم الله لطريق الهداية. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. وتلك الحجة، ما المقصود بحجتنا؟ ما المقصود بحجتنا التي آتيناها إبراهيم على قومه؟ المقصود بالحجة هي قوله تعالى: فأي الفريقين أحق بالأمن؟ إذا على قومه نرفع درجات من نشاء. طبعا هنا يقول: التي غلب إبراهيم بها قومه حين انقطعت حججهم، يعني عندما حاجهم بالقمر والشمس والكوكب، فهو غلبهم، لأنها كل هذه التي يعبدونها تغيب. القمر، الكوكب يكون في السماء ثم يغيب، القمر يظهر في السماء ثم يغيب، الشمس تظهر أيضا في السماء ثم تغيب، والآلهة لا تغيب. فغلبهم وحاجهم حتى انقطعت حجتهم. هي حجتنا وفقناه لمحاجة قومه بها، يعني لمجادلتي، معنى لمحاجتي أي لمجادلتي قومه بها، وأعطيناه إياها. الآن نرفع من نشاء من عبادنا، لاحظوا هنا نرفع درجات من نشاء، يعني نرفع من نشاء من عبادنا. أين هذه الدرجات؟ والدرجات هي المراتب في الدنيا والآخرة. إذا معنى الدرجات هي الدرجات هنا معناها المراتب،
والمراتب تكون في الدنيا والآخرة. إن ربك يعني أيها الرسول، إن ربك حكيم في خلقه وتدبيره وعليم بعباده. إذن هنا حكيم في خلقه وتدبيره، وأيضا عليم بمن؟ عليم بالعباد. إذن هذه هي الآيات الكريمة، هذا هو شرح وتفسير جميع الآيات التي وردت معنا هنا. طبعا هذه من سورة الأنعام من الآية 74 إلى 83، ونلتقي معكم إن شاء الله في درس آخر حيث نقوم بحل التمارين الواردة على هذا النص القرآني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.